كلية هندسة الإلكترونيات والاتصالات والحاسبات بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، بتعمل على إكساب الطالب المهارات الضرورية للمنافسة في سوق العمل المحلي والعالمي. وجودي في الجامعة أتاح لي فرصة أن أنا أتدرب في شركات زي شركة المصرية للاتصالات وي والبنك الأهلي، وكمان خدت تدريب تبع إيجيبت ميكس إلكترونيك، وده أتاح لي أن أنا أتعرف على مجالات سوق العمل وأحدد الكارير بتاعي من وأنا طالبة في الجامعة، وأقدر أربط ما بين الإكسبرمنتال والثيوريتيكال اللي إحنا بندرسه، وده اللي بيميز الجامعة المصرية اليابانية عن باقي الجامعات.